السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنتفرج ونتعرف على قرية جديدة من قرى محافظة الجيزة. استنى بس عشان عاوز أتكلم بالإنجليزي، بس أنا مش فاكر الطلعة إزاي. بس Today we will watch and learn about a new village from the villages of Giza. اتمنى اكون قلت الكلمتين صح. النهارده اعزائي المشاهدين هنتفرج على صفت اللبان او صفت اللبن زي ما بيقولوا عليها اهلها يعني. كمان ان شاء الله هنتعرف مع بعض على سبب تسميتها بالاسم ده، يعني ليه اتسمت بصفت اللبن او صفت اللبان. طيب اولا كده خلوني اعرفكم على قرية صفت اللبن، وهي احدى القرى التابعة لمدينة كرداسة، ومدينة كرداسة تابعة لمحافظة الجيزة، ومحافظة الجيزة انشئت سنة 20 هجريا طبعا مع الفتح الاسلامي المصري، ومحافظة الجيزة هي احدى محافظات القاهرة الكبرى. طبعا انا ما اعرفش انت تعرف ولا لا، بس اكبر ثلاث محافظات هما القاهرة والجيزة والقليوبية. والتلات محافظات دول جنب بعض، يعني داخلين في بعض، يعني ممكن تروح تتفسح في القاهرة والجيزة والقليوبية التلات محافظات في 6 ساعات بس، ومش هتحس كمان انك خرجت من المحافظة. طبعا كده يا جماعة انا المفروض اخش من النفق شمال، اعدي من تحت كده عشان امسك اول شارع صفت اللبن. طبعا من طريق كرداسة صفت ما كانش ينفع اخش الشارع ده، كان لازم الف اللفة دي. لو طلعت الكوبري اللي قابلنا على اليمين ده، الكوبري ده طلعنا على جامعة القاهرة ويعدينا صفت كلها من فوق. ده المحور بقى اللي فوقيه ده. ده لو انا جاي من الدائري هطلع على الطريق ده، هطلع الكوبري اللي فوقيه ده. لو جاي من كرداسة هطلع من الكوبري اللي هناك ده، اللي قاطع ده اللي في وشي هناك على الشمال ده فوق. يعني من الدائري تقدر تركب محور صفت وانت جاي من كرداسة الكوبري ده، يا جماعه تقدر تطلع الكوبري ده برضه. التلات محاور دولت بينزلوك على الكوبري صفت، بينزلوا على الطلعه دي. الطلعه دي بقى تنزلك عند جامعه القاهره، من هناك اسمها كوبري ثروه. وبمناسبه الحلقه الجميله دي، انا عاوز اقول لك حاجه حلوه. اكيد مش هقول لك بسبوسه يعني. اسد ومراته قاعدين وفي قرد عدى عليهم، والقرد ده رخم شويه، كان يعني ايه بيراز الاسد. والمشكله ان الاسد ما بيعملوش حاجه. يعني مره الاسد ومراته قاعدين، فالقرد ده عدى عليهم وراح لطش الاسد قلم جامد جدا على قفاه وجري، ولا الاسد اتحرك ولا حتى قدر يرد عليه. فمراته بصت له كده باستغراب، هو في ايه؟ تاني يوم حصل نفس الموقف وبرضه الاسد ساكت، ومراته بتقول له هو كل يوم هيضربك كده ومش فيش رد فعل؟ ايه مش هترد؟ قال لها المسامح كريم. تالت يوم برضه ضربه وجري، مراته بصت له بصه كده في اشمئزاز، يعني هاكلك. قال لها معلش ربنا يسامحك. رابع يوم جه القرد برضه لطشه على قفاه وتف في وشه وجري. هنا بقى مرات الاسد بقى ما سبتتش، راحت مرات الاسد طلعت تجري وراه، هاتك يا جري هاتك يا جري هاتك يا جري، لغايه ما القرد هرب منها ودخل في ماسوره ضيقه وقام خارج من الناحيه الثانيه. مرات الاسد بقى دخلت براسها جوه الماسوره فاتزنقت ما عرفتش تعدي. راح القرد قام جايب خرزانه ونزل عليها ضرب 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 لحد بص ما سواها، وقام سايبها ومشي. خامس يوم
وهم قاعدين بقى كده قام عدى القرد وقام لطشها هي على قفاها. فالاسد بص لها كده بيقول لها ايه، هتسكتي له؟ قالت له هعمل ايه يعني، هعمل عقلي بعقلي قرد؟ قال لها عليا الطلاق، انت دخلتي الماسوره. لو عجبتك عزيزي المشاهد ادينا لايك جميل زيك كده. موقف كمان من المواقف اللي بتحصل. الجمعة اللي فاتت صحينا على خناقة ما بين أمي ومرات أخويا. فمرات أخويا قايمة الصبح تعمل السجاجيد بالمكنسة الكهرباء، وصوت المكنسة عالي قوي قوي قوي، وأمي يعني إيه ما عرفتش تنام من الصوت ده يعني، فقامت زعقت وهبت فيها. تقوم التانية تسكت؟ أبدا، هات من المنق خيار وقديم في جديد، لدرجة إنهم لقحوا على بعض إن في واحدة وهي بتعمل المحشي بتسيب الرز على المحشية من بره. المهم رحت صحيت وصحيت اخويا، وقوم يا عم امي ومراتك هيموتوا بعض. لقيته قام كده واستنى لحد ما يخلصوا خالص، وشرب الشاي وراح لمراته اخد المكنسه منها وقال لها ما تزعليش نفسك، شغل بيت تاني يوم الجمعه لا، انت مش مخلوقه للبهدله. وقام نازل عند امي قال لها دي المكنسه يا حاجه، اهي ادي المكنسه، والله ما هي طالعه، والله ما هي طالعه شقتي تاني. هو انا عندي كام ام يعني؟ ده انا اتجوز كل يوم، انما اجيب ام منين؟ قالت له الله يكبر بخاطرك يا ابني. قال لها انا بس خايف عليك يوم من الايام الشتايم اللي انت بتشتميها لمراتي دي توقف لك في اخرتك. قالت له ما هي لسانها طويل برضه. قال لها يا شيخه سيبها تدخل النار، هي هتبقى دنيا واخره معانا، انا وانت باذن الله في الجنه. ده انا مستحملها بس علشان العيال، ما انت عارفه يا امي. وقال لها يا حاجه السيئه لازم تكفري عنها، لازم تطلعي صدقه او تتاسفي او تتاسفي لها يعني، لان دي ذنوب عباد. قالت له لا مش هتاسف. قال لها طيب طلعي صدقه. قالت له اطلع ومال. فعماد قال لها يعني ما تشوفي لنا واحده تنظف البيت كده ونديها اللي فيه نصيب، واهو منها تبقى صدقه مخفيه برضه. قالت له ماله يا ابني، نجيب واحده ونديها وتبقى شغلانه حلال ونطلع صدقه ونكفر، بس محدش يدفع فلوسها غيري، مراتك ما تحطش مليين في الصدقه دي. طلع عند مراته وقال لها اول واخر مره الايدين الحلوه دي تمسك مكنسه تاني يوم الجمعه وتنفض سجاجيد، انا هجيب واحده كل يوم جمعه تنظف وانت تقعدي زي الهنا. عزيزي المشاهد، النهارده تاني جمعة تيجي البنت اللي بتنظف، أمي قاعدة بتدعي لعماد أخويا وتقول له أشوف يعني، مش بتقول له ده، بتقول لنا إحنا شوف أخوك بيفكر في دنيتي وأخرتي إزاي، وأنتوا هتموتوني بجلطة. ومراته فوق بتقول له ربنا يخليك ليا بجد، أنت عامل على تعبي وراحتي ورحمني من شغل يوم الجمعة، وجايب شغالة ليا كمان، وانا واقف مندهش بصراحه جنب المكنسه. ما هو يا عزيزي المشاهد، لو الراجل يعامل الست على انها طفله هبله، والست تعامل الراجل على انه عنده نسبه اعاقه خفيفه، كل المشاكل هتتحل. انا عارف ان الفلوس ساعات بتبقى بتعمل مشكله، وهي بتعمل المشاكل والخناقات اللي بتحصل في البيت دي، بس هو برضه المرتب يعني، هو المرتب كده يعني، كل حاجه غليت والمرتب ما غليش، هو زي ما هو خلاص بقى يعني، نتأقلم يعني، مفيش مكان مصدر رزق تاني يعني، الا اذا كان بقى في الراجل بقى بيشتغل بقى شغلانتين ولا تلاته، بس انا ما اعتقدش ان في حد بيعمل كده اليومين دول بصراحه يعني. الشغلانه الواحده واخده اليوم كله اصلا، مقفله يعني، ادينك طول النهار وربع الليل الاخير، طيب تلات ارباع الليل انا هنام امتى بقى واروح امتى واجي كده يعني. فعزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهده، المرتب عامل نفسه يعني، المرتب عامل شبه الفاسيه كده لمؤاخذه يعني، لا بتشوفها ولا بتسمعها، بتشمها بس. يا نهار ابيض، احنا خدنا الكلام مع بعض كده ونسيت اقول لكم انا فين. عزيزي المشاهد، انا دلوقتي في صفه اللبن وكده، انا داخل على هو ده كشري هديه
بس انا مش فاكر بصراحه المربع ده اسمه ايه. انا لو دخلت يمين كده هطلع على التلاتيني فيصل، التلاتيني الجيزه تمام، ولو دخلت شمال من هنا كده هطلع على الهرم واطلع على ترس برضه لو دخلت يمين كده بقى. بس سوق بقى يعني، هنا سوق. احنا هنكمل برضو على طول كده لحد ما نطلع فين، على كوبري ثروت. سنة 43 برضو كان في قضية مشهورة جدا، كان اتهم فيها شيخ قرية او شيخ بلدة، كانت البلد دي كان اسمها المطعنة. الراجل الشيخ ده اتهم باحراز مخدر الحشيش، فالضابط اثبت في محضره انه شم ريحة الحشيش ده في جيب شيخ البلد وهو قاعد قدام المكتب بتاعته. والحالة دي في القانون هي حالة من ضمن حالات التلبس اللي بتبقى يعني بتبيح للضابط ان هو يقبض على المتهم على طول وبدون اذن من النيابة. فالضابط فتش المتهم فلقى معاه الحشيش في جيب ايه العباية. طبعا خدوا شيخ البلد هيتحاكم. كانت في محكمة إسنا، وكان طبعا المحامي بتاعه العملاق مكرم عبيد باشا. طلب عبيد من المحكمة مناقشة الضابط، فالمحكمة سين ما الذي دعاك إلى تفتيش المتهم، جيم شممت رائحة مخدر الحشيش تفوحا من بين طيات ملابسه، طب سين ما المسافة التي كانت تفصل بينكما، جيم حوالي نصف متر لأنه كان يجلس أمامي وأنا كنت على المكتب، طب سين إذن لم تدرك المخدر سوى بحاسة الشم، جيم نعم. وهنا عبيد توجه لرئيس المحكمة وطلب إن المحكمة تكلف الضابط إنه يشم الهدوم بتاعته بتاعت عبيد باشا ويقول لهم اذا كان معايا حشيش ولا معيش حشيش. رئيس المحكمه وافق، فالضابط قرب من عبيد ولزق في كتفه وقعد ايه يشم في الهدوم بتاعته وقال لك لا يا باشا معهوش حشيش. وهنا بقى كانت المفاجاه. مكرم عبيد حط ايده في جيبه وقام ايه مخرج حتة حشيشة كبيرة كده. مش حشيش، لا كانش حشيش ساعتها، كان افيون. وده يعني الافيون معروف عنه ان هو مخدر اكثر نفاذا من ريحة الحشيش. وقام كمل رفعته، هذا افيون وهذا الضابط قد التصق بكتفي واشتم ملابسي ولم يكتشفه فكيف نصدق، والمتهم لم يكن يجاوره وانما كان يفصل بينهما مكتبا. وكيل النيابة كده اتفزع زي ما بقول لك، ووجه لعبيد اتهام بإحراز مخدر الأفيون بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو حتى الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونيا. وكانت المفاجأة التانية بقى إن عبيد ضحك كده في ثقة بالغة، وكانت إجابته إنه خرج من جيبه تصريح من نيابة المخدرات بإحراز الأفيون للدفاع على أن يرد يعني بعد المرافعة. رفعت الجلسة طبعا عشان المحكمة إيه تنعقد بعد المداولة معلنة براءة شيخ البلد.
شايفين زمان وناس زمان وحكايات زمان، ما تفهمش الهوا فيه حاجه غلط. يعني الناس كلها دلوقتي وانا قدام بننسى في لحظه اللي صار. يعني انت بتفكر في حاجه هتعملها يا دوبك بتغير وشك الناحيه الثانيه انت نسيت انت كنت هتعمل ايه او راح اصلا كنت راح تجيب ايه. كده يا جماعه المفروض كده انا خلاص داخل على الكوب هناك. الكوب ده نطلعه وهنزله. في نزلتين بقى. اول ما اطلع الكوبري ده هتلاقي اول نزله يمين شارع السودان. لو كملت على طول بقى هنزل جامعه القاهره والدقي.